الجيولوجي اختصاص في الجيولوجيا والزلازل. لقاء اليوم يأتي في إطار الموجودات التي تقوم بها الجامعة بشراكة مع المرصد من أجل التوعية، من أجل مواكبة الجهود التي تقوم بها الدولة وتقوم بها جميع الهيئات المعنية بالأمر، من أجل أولا نشر نوع من التوعية بأهمية هذه المخاطر والاستعداد لها، وثانيا نشر المعلومات العلمية والمعطيات الميدانية التي من شأنها تخفف من أولا حالة الخوف لدى الناس من هذه الظواهر الطبيعية، لأن الإنسان يخاف مما يجهله، وثانيا من أجل الاستعداد للمحطات المقبلة، لأن الظواهر الطبيعية هي شيء يعني مستمر ودوري، وبالتالي يجب الاستعداد. ويأتي أيضا هذا اللقاء في إطار يعني السياسة المتبعة في بلادنا من أجل يعني إرساء هذه الأسس الاجتماعية للتضامن وللتفاعل مع هذه الظواهر الطبيعية وطبيعة الحال التي تتحول إلى كوارث بسبب مجموعة من المعطيات نحن كمواطنين وكمسؤولين مسؤولين عنها، ومسؤولين عن المحافظة على الاحترام يعني القواعد الأساسية من قوانين ومن انضباط ومن يعني تعامل جيد مع هذه الظواهر الطبيعية، بالتعامل الجيد المناسب بالخصوص يعني اتباع القوانين، نشر الوعي لدى الأجيال الصاعدة، نشر الوعي وأهمية العامل الأخلاقي من جميع يعني التجاوزات في البناء يعني نجد وراءها أسباب أخلاقية يعني هي التي تدفع إلى هذه التجاوزات، وبالتالي تسبب ضحايا. وكما سنرى يعني في المداخلات أن من أجل الصمود ليس لدينا حل سوى مواجهة هذه الظواهر من ناحية معرفية واستعمال المعرفة وتطور العلم. وحاليا يستعمل الذكاء الاصطناعي من أجل التأقلم والتكيف مع هذه الظاهرة والتعايش معها، لأن الظاهرة ستستمر ما دامت الأرض، ويجب الصمود والتعامل معها وإعادة البناء وإعادة الإعمار والاستعداد بطريقة مناسبة وجيدة للمستقبل. وهذه هي الفكرة العامة بالنسبة لهذا المؤتمر.